استاذنك دكتور، معايا الاستاذ جمال قاسم، رئيس فرع انصار السنه بمشتول السوق في الشرقيه. استاذ جمال، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. مش عارف متابع الحوار مع الدكتور ياسر؟ طيب. طبعت بعض الكلمات الأخيرة من الدكتور ياسر نعم. فقط يعني، بس ما تابعتش بداية حديثه يعني. طيب، احنا كنا بنتكلم عن علاقة الجمعية بجماعة الإخوان، عن يعني اتهامات بتوجه للدكتور عبد الله شاكر بأنه كان من الداعمين لما يسمى أو ما سمي آنذاك بتحالف دعم الشرعية، دعم الإخوان، دعم مرسي. تحدثنا أيضا عن المسافات بينكم وبين يعني حزب النور، أريد منك تعليقا على كل ذلك. والله أنا أولاً بكل صراحة، الوقت اللي هو كان قبل 30/6، الفترة كانت قبل 30/6/2013، اختلط الحياة بالنابل. يعني كان في اختلاط العمل الدعوي. طبعاً إحنا ما بنفرقش السياسة الشرعية، ولكن أنا كفروع كلها بالكامل ما بأصبح ما يعني ما كنتش أتميز الفروع، بدليل إن حزب النور كان اخترق كل معظم فروع انصار السنه. يعني ما كانتش حالات فرديه؟ لا 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 لا، اختراق كان اختراق كامل من حزب النور. واحنا حذرنا يعني، انا حزب النور كان استولى على فروع كامله لانصار السنه بالكامل. وهل هذا الاختراق، هل هذا الاختراق يعني مهد لي او مهدت لي قيادات الجمعيه، ولا يعني نزلوا عليكم بالباراشوت كده؟ قيادات انا احكي واقعه واحده بس. اتفضل. عباره عن طبعا الدكتور ياسر الفتره دي كان لسه ما يعني معلش ما جاش المركز عن انصار السنه، او كان مسؤول عن امانه انصار السنه. ما كانش بالصوره خالص. يعني الدكتور ياسر ما كانش، كان فرعه بس ما كانش معانا في الصوره بتاعت الامانه العامه نهائي. ما كانش ماسك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دعيه التكوين اللي طبعا احنا حذرنا، فوجئنا ان في قيادات من انصار السنه بتنسلخ عن جماعه انصار السنه، بتنسلخ وتنضم الى حزب النور؟ وتنضم، لا يا ريت، لما كونوا الجبهه الشرعيه نعم للاصلاح، كونوها فين كمان؟ من قيادات من انصار السنه، واجتمعت في فروع انصار السنه. وكان اول اجتماع كان الدكتور ياسر لا يتذكر ذلك، في اول اجتماع موجود في فرع اسمه فرع ابو كبير. ابو ايه؟ ابو كبير في الشرقيه. في الشرقيه. ففوجئنا ان بيقولوا لنا انسوا انصار السنه، انسوا ايه؟ احنا بنشكل اليوم جبهه مالكوش دعوه بانصار السنه. انا كنت في الاجتماع ده، وكان عضو مجلس الشعب. بقى بعد كده عضو مجلس الشعب عن حزب النور اكثر منه. كان طبعا ما تنساش الدكتور محمد شرف اللي كان مسؤول. طب مسؤول، عفوا استاذ جمال، يعني انسوا انصار السنه واصبحتم ايه؟ يعني ايه المقابل لنسيان انصار السنه؟ العمل لا السياسي لا والترشح في الانتخابات ولا لا ايه بالظبط؟ لا، هو هقول لك دليل واحد بس. الدليل في الفتره دي ان هم فكروا ان خلاص كانت ممكنه لغير يعني الوقت ده، بمعنى اصح خلاص كانت ممكن بقى ليه؟ ان حزب النور اصبح هو بيتقاسم مع حزب العداله وحزب الاخوان المسلمين، بيتقاسم السلطه الايه؟ في مصر. وبالتالي يعني كان لابد من انكم تاخدوا جزء من لازم الكعكه. يركبوا، لا ركبوا الموجه، ركبوا الايه؟ نعم الموجه. ونسيوا مساله التعاطي مع السياسه، لا نسيوها. لا لا، حضرتك اسمح لي بدقيقه واحده بس. اتفضل. اتفضل. اسمح لي دقيقه. الدقيقه دي انا كنت حاضر اجتماع، حاضر ليه؟ الاجتماع. طبعا الجهات اللي انا عايز اقول لك حاجه، بس الجهات الامنيه ما كانتش بتلعب ولا كانت نايمه، والجهات الامنيه كانت عالمه كويسه جدا ان بتراقب الجميع، وعارفه ان فروع الشرقيه رايحه فين، فروع مصر رايحه فين. ولكن انا لما اتحدث مين مش خايف على البلد؟ استحاله اقول لك انا مش خايف على البلد، ولكن لما تجيب الدكتور محمد شرف مثلا مسؤول رئيس فرع انصار السنه ومسؤول كبير في انصار السنه، ثم يبقى المسؤول عن جميع وضع النواب والانتخابات والبرنامج،
لحزب النور في الشرقيه، وهو اساسا رئيس فرع انصار السنه. هل ده الكلام ده كان زمان، هل الان ما زال مستمر هذا الاختراق من قبل حزب النور للجمعيه؟ لا لا، اقول لك ليه. حتى الان بقى السؤال ده، حزب النور لما بدات تتكشف، طبعا حزب النور بدا يعمل ايه؟ يمارس عادته القديمه اللي كان بيمارسها قبل 25 يناير. معايا؟ حزب النور بدا لما لقى انه الامور تكشفت. احنا دلوقتي حاليا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم بعد ما الامور ظهرت على حقيقتها. وظهر المندس. بس اسالك سؤال، هو قانون الجمعيات، ما هو قانون الجمعيات اساسا بند بيحرم العمل السياسي للجمعيات الاهليه. نعم. معايا؟ ده قانون 84 سنه 2002. طيب. معايا؟ بس اسالك سؤال بقى واحد بس. معلش يعني. هو انا لما اختلفت مع فضيله الدكتور عبد الله شاكر ومع الشيخ محمد حسان ومع الدكتور جمال مردي، اختلفت، ويشهد بذلك الدكتور ياسر عند حضرتك. معايا؟ اختلفت ليه بعد اذنك؟ حاجه واحده بس. يا حضراتكم طلعتوا علينا بالشهاده بعد 3 سنين. شهاده بعد كام سنه؟ بعد 3 سنين. قلتوا شهاده لله ثم للوطن، ولا شهاده مظبوط الكلام ده حضرتك، ولا مش متذكر؟ ثم للتاريخ. لا لا، ده شهاده اعلنت في الاعلام كله. تمام. طب حضرتك انت خبيت الشهاده ليه 3 سنين؟ انت 3 سنين سبت ناس تطلع مظاهرات، ناس تموت، ناس تتقتل. سامعني حضرتك؟ وبعدين بعد 3 سنين تذكرت ان دي شهاده؟ طب ليه ما قلتش الشهاده دي فور 30/6؟ طلعت قلت الشهاده دي عشان الشباب المغرر به ما يطلعش مظاهرات لمده 3 سنوات. لمده كام سنه حضرتك؟ لمده 3 سنوات. طب انت سؤال واحد بس، النتيجه ايه؟ شباب اعتقل، شباب قتل. ليه؟ لان كان الشباب مفكر سقوط الشيخ محمد حسان، سقوط الشيخ المراكبي، سقوط الشيخ عبد الله شاكر، انهم على الحق. الشباب معتقد انه عليه على الحق. تعالى النهارده بقى حضرتك، هل تراجع السؤال؟ ارجو منك من حضرتك لو تكرمت، السؤال ده ينطرح على الجميع. نعم. على الجميع. طب انا عايز اسالك يا استاذ جمال سؤال، يعني الاسماء، معلش، عفوا، الاسماء الثلاثه التي ذكرتها اللي حضرتك يعني اشرت ليهم دلوقتي، الدكتور عبد الله شاكر، الشيخ محمد حسان، وثالث الشيخ الدكتور جمال المراكبي. الدكتور جمال المراكبي، هل يعني عايز تقول ان هؤلاء الاشخاص المحترمين خدعوا الشباب؟ انا اقول سكوتهم خدع الشباب. ايوه، يعني هم خدعوا الشباب. خدعوا. اقول لك ليه؟ ممكن ولا تكتموا الشهاده. انا عايز علماء يكتبوا. ومن يكتم الشهاده فهو آثم قلبه. طيب، مع احترامي لك. لما انت عارف ان الاخوان هم من قتلوا، لما انت عارف ان الاخوان هم من قتلوا لا في رابعه ولا في النهضه، ارجوك اسمح لي بكلمه مع احترامي لك. لما انت عارف يا فضيله العلماء انتوا الثلاثه كده، لما انتوا عارفين ان من قتل المتظاهرين في رابعه ومن قتل المتظاهرين في النهضه هم الاخوان، مظبوط. سكتوا ليه 3 سنين وقلتوا بعد 3 سنين؟ لا، ده انتوا لما قالت الامور قالت بقى خلاص، واصبحت للدوله اركان، بدانا كلنا نركب الموجه بقى، كلنا نلعن الاخوان ونلعن حزب النور ونلعن اللي جابهم. طيب، ما لعنهمش ليه؟ طب انا استاذنك، يعني ان الاشياء اللي حضرتك بتشير اليها اشياء مهمه وخطيره، ومن حق الدكتور ياسر انه يعلق عليها. تمام. اتفضل دكتور. تمام. ياسر. بس انا طبعا خليك معايا يا استاذ جمال. عشان الوقت طبعا من منطلق يعني ايه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم. فانا بشكر الاستاذ جمال قاسم، لان فعلا من الاصوات اللي قريبه مني انا شخصيا، وهو عارف كده كويس، وايه الحقيقه من ساعه ما مسكت الامانه فعلا هو بينصحني بحاجات كتيره، ولعل ليا مواقف جريئه في الجمعيه هو كان سبب فيها الحقيقه، ربنا يحفظه. ولكن برضو انا بقول ان هو مش قريب مني انا بس، لا، من اقرب الناس للرئيس العام هو الاستاذ جمال قاسم على فكره، وبيقدم له في التليفون رايه، نسميها نصيحته، وبيكتب لنا احيانا. واخر مجلس ده انا مقدم مذكرتين من الاستاذ للمجلس، واخذ بمذكره منهم قويه جدا واحالها للجنه. فمن هذا المنطلق انا بقول ان لا يخفى على الاستاذ جمال، لا يخفى على الاستاذ جمال ان الشهاده دي ما اتاخرتش ولا حاجه.
ليه 3 سنين يا دكتور؟ ما انا هقول لحضرتك هو 3 سنين. شوف حضرتك، انا بس مش امين عام الجماعه، لا انا مشرف على مجله التوحيد، يعني قائم باعمال المشرف شيخنا فضيله الدكتور عبد العظيم. الدكتور عبد الله هذه الشهاده قدمها في مجله التوحيد مرارا وتكرارا على ايدنا، وقدم هذه الشهاده بس منبر التوحيد، مجله التوحيد يقراها بعض الناس، يعني فئه معينه، لكن طبعا الشهاده اللي رفعت على واهتمت بها وسائل الاعلام في قناه الرحمه ثم وسائل الاعلام الاخرى في الدوله كلها هي دي اللي خلتها سمعت. لكن انا واحد من اقرب الناس لي باعتبار سكرتير عام الجمعيه او امين الجماعه، فمن اقرب الناس في المكتب معه على طول. والله العظيم تقريبا هذا الكلام سمعته منه مرارا وتكرارا، ولم يكن منه شيء جديد بالنسبه لي ابدا. لذلك انا استغربت لما بعد ما اتنشرت ازاي كيف سكت. الله يا اخوانا سكت ازاي يا اخوانا؟ ده انتوا سمعتوه زي 100 مره من الدكتور عبد الله واحنا موجودين في المكتب ده. الله هي فين السكوت ده؟ لذلك لما حد من الناس بس قصد انه سكت ما قالش للشباب، يعني سمعهم 3 سنوات قد يكون قال لكم انتوا كقيادات. لا، وعايز اقول لحضرتك قالوا للشباب بس على صفحات جرائد مش قويه زي ما تعملهاش البروباجندا. يعني خلينا نكون واقعيين ده على ايد انا صدقني. يعني انا ممكن اقول لحضرتك حاجه صدقني يا استاذ دكتور عمرو، احنا انا هجمع لحضرتك البيانات التي كتب فيها الدكتور عبد الله هذه الشهاده من اول فضل اعتصام حتى تاريخه. انت هتستغرب، انا نفسي امين عام الجماعه مللت من كثره كتاباته. قلت له يا دكتور عبد الله فضنا بقى، يعني زي ما بتقول، يعني واحنا ما وراناش الا كل شويه تتكلموا في الموضوع ده، عايزين نشوف الجماعه. احنا الجهات المعنيه شافت شهادتك والشعب شاف بس انا مش متخيل ان كل هذه الاشياء التي نشرت في هذه الجرائد الصغيره المتفرعه ما سمعتش زي البرنامج الاخير ده ما سمع الا الاستاذ جمال، يعني ايه بيتابعه او كل الناس تابعته. فاحنا بنقول لا، الكلام ده فعلا هم شاهدوا شهاداتهم. الحاجه الثانيه اللي قالها، معلش انا بس، هي الحته الاخيره دي، الاجتماع اللي قاله الاستاذ جمال بتاع ابو كبير، انا بعتب عليه. ليه؟ لان انا هو قريبين قوي من بعض ودايما بقول له انصحني، ومع ذلك هو ما قالش عليه. يعني ده سر اول مره اسمعه، بس ده بياكد كلامي ان هي كانت حالات فرديه. برضه حالات فرديه كلها. ليه؟ لان ده ابو كبير، خلي بالك، فرع، انا فرع من لا ده مثال، وهو سمعنا للدكتور الاستاذ جمال دلوقتي، ده فرع من احد سمعنا الفرع. وبدليل ان هو نفسه رئيس فرع حضر اعترض على هذا الكلام. طيب ما عجبوش. طيب هل اقتنعت بانه القيادات الثلاثه يا استاذ جمال؟ لا، بتكلم عن الدكتور عبد الله، ده اللي انا بشهد له. الدكتور عبد الله. هل اقتنعت ان الدكتور عبد الله يعني كان يعني بيذكر هذه الشهادة أمام قيادات وأمام شباب وبينشرها في جرائد لكنها لم تأخذ زخما إعلاميا يا أستاذ جمال؟ أولا مع احترامي للدكتور ياسر، احنا لما بنتكلم اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، ولكن الحق حق أن يتبع. أولا أنا مش مع الدكتور ياسر فيما ذكر مطلقا للدكتور ياسر. انا دخلت ثاني يوم على الدكتور عبد الله المكتب وقلت له انت تتوب الى الله عز وجل من هذه الشهاده قبل ان تلقى الله، انت كده شهادتك يعني انت والدكتور جمال مراد بمعروف كانت شهاده شخصيه شخصنتوا الامور لصالح الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان كان عايز يجمل صورته عشان يشغل قناه الرحمه ثاني، فكان لازم يطلع بالبيان دول وعلى جثث انصار السنه. دلوقتي انا بقول للدكتور ياسر الموضوع ابو كبير ما كنتش انت جيت المركز العام، لا ده احنا كانت بالعربي يشهد الشيخ اسامه سليمان ان بداوا في الوقت ده يلغوا حاجه اسمها انصار السنه ويقلبوا كل فروع الجماعه الى الاصلاح ومين. طيب. واللي كانت معموله دي معنى يا دكتور بعد اذنك يا دكتور. فضل. يا دكتور اتفضل لو سمحت لي. انا عايز اسالك سؤال، انا عايز اسالك سؤال بعد اذن الدكتور. لا طيب ما انت اعترضت، طب ما انت لما حضرت نيابه عن انصار السنه انت اعترضت، فانت مثلتنا. انا صحيح ما كنتش حاضر الفتره دي وانت ما قلتليش. لا 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 اسمعني يا دكتور، بس انت لما حضرت اعترضت ما وافقتهمش. لا اسمعني ايوه. انا لما كنت بعترض دايما ومن هنا جت ان الصوت مش عايزين تسمعوا صوت حد. ليه بقى؟ انا اقول لك حاجه بسيطه، انت لما جيت مؤخرا من جماعه انصار السنه كان المامور كانت استوت ليه؟ الاجتماع بتاع ابو كبير ده كان تمخض عن عده اجتماعات بين القيادات تولدت انها حزب النور اصبح اخترق المعظم انصار السنه. انا اقول لحضرتك على موقف موجود دلوقتي بعد اذن حضرتك يعني بعد اذنك يعني. اتفضل. يا دكتور انت تسمعني انا كل الصوت ليه؟ الراي لن نسكت عن الحق ابدا. نعم. ايه حضرتك لولا الدوله بعد 30/6، لماذا بعد 30/6 اتهدت كل الكيانات داخل جماعه انصار السنه؟ لماذا كل دلوقتي تبرأ من افعاله اللي كان بيعملها قبل 30/6؟ تمام. ليه؟
انا اقول لك الاغلبيه العظمى حضرتك وجد ان الامور تكشفت، فلازم ارجع جري سريعا. اما بمناسبه ان القرارات اللي نزلت، اولا مجله التوحيد والبيانات اللي نزلت كلها كان بتتبرأ من افعال يعني لا تقرأ لمين. يعني انت لما تطلع في التلفزيون وصدى البلد والحياه وكل القنوات تجيب بيان الثلاث علماء بتوعنا، مع ان مع احترامي لك الدكتور جمال مراكبي، لماذا اختفى الدكتور جمال مراكبي طويلا 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 ثم ظهر في عقاب 25 يناير مؤيدا للشرعيه، مؤيدا لحزب النور، مؤيدا، ثم اختفى بعد 30/6 بثلاث سنوات، وظهر لي بعد 30/6 يعني يقول لي البيان ده. يعني نفس الموضوع، ويعني وجهة نظر للأستاذ جمال وضحت في هذه النقطة. أما بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال قاسم، رئيس فرع أنصار السنة بمشتول السوق في الشرقية. وطبعا آراء جريئة من الأستاذ جمال.